وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به اللهم امين يا رب المسلمين. الله يسلمك. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من